Okay, the main objective of this experiment to estimate the methylmic acid. طبعا الميثلميك اسيد هذا عبارة عن مادة كيف؟ هذه المادة عبارة عن يعني استخدمناها by using indicator titration، فكان اللون حقي يعني ال reaction between sodium hydroxide and methylmic acid it's lower، بطيء جدا 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 بطيء. ايش معناته؟ كان كنا ناخذ الميثلميك اسيد سوليوشن بعد الكراش وبعد الديزولف باي يوزن ايثانول ودستل ووتر، وقلنا نضيف عليه قطرات من الفينوفثالين، انا دروبس اوف فينوفثالين سوليوشن، ذين تايتريت وذ صوديوم هيدروكسيد از دايركت تايتريشن، فكان يظهر معانا اللون البينك كلر بعد دايركتلي، يعني كان اول ما اضيف الصوديوم هيدروكسيد كان يظهر البينك كلر. 30 سكند افتر 30 سكند اللون يختفي disappear، بعدين بضيف صوديوم هيدروكسيد اجين 30 سكند فكان اللون يظهر مع البينك كلر then disappear اجين اكسس اوف الصوديوم، وبنفس التكنيك هذا. فايش السبب؟ انه الرياكشن between ميثلميك اسيد and sodium hydroxide كان عبارة عن very very low، فكان كل الصوديوم هيدروكسيد، ايش تفسير هذه الظاهرة؟ انه كل الصوديوم هيدروكسيد كان reaction between sodium hydroxide with the ميثلميك اسيد is very low. فكان الصوديوم هيدروكسيد هذا بطيء تفاعله، وبالتالي كان يظل مدة محددة داخل السوليوشن فكان يظهر مع البنكرال فقط، مدة التحريك فقط هذا يختفي. طبعا من ضمن ال what you should know it during all the experiment in titration experiment انه تضيف التايترنت في وسط ال solution او وسط الانويت، ما تضيفش على الجدار. اوكي، والشيء الثاني تعمل تحريك لأجل كل الـ analyte أو كل الـ reagents reacts with the analyte. أوكي؟ طيب ليش الميثلميك أسيد، ليش الـ reaction between الميثلميك أسيد with sodium hydroxide عبارة عن very low؟ لأنه يعني عبارة يعني هو الـ chemical structure للميثلميك أسيد قريب من الأمايد، في أمين في كربونيل فقريب من الأمايد. الأمايد عبارة عن هو من أضعف أنواع، يعني مش أضعف، هو بطيء جدا في الرياكشن. لأنه أمايد صح؟ هنا يعني قريب الاستراكشن حق قريب من الأمايد، صح إنه مش أمايد بس هو قريب من الأمايد. أوكي، وبالتالي هو يسلك سلوك الأمايد. طبعا الأمايد يعني هو بطيء الرياكشن، انتوا عارفين ليش الأمايد بطيء الرياكشن؟ فريق يعني بعطيكم مثال، اللحمة لما تنضج تحتاج وقت، ايش السبب؟ تحتاج لهب ونار وكذا. السبب انه يحتوي على بيبتايد بوند، البيبتايد بوند يعطي المركب ستابيليتي عالية، بمعنى آخر هنا كأن المركب ستابل ما يحتاج أي رياكشن مع أي ماتيريال، وبالتالي هذا قريب كأنه ستابل. وكمان الأمايد يعني فيري فيري ستابل، وبالتالي الـ inert material inert substances يعتبر، والسبب إنه يحتوي على البيبتايد بوند. البيبتايد بوند تحتوي على نيوكليوفايل and electrophile in the same time. اوكي، بمعنى اخر هذا ممكن يخرج هيدروجين وهذا ممكن ياخذه، فما يحتاج من الاخر من الخارج من الاكسترنال اي شيء. مثال عليها اسلاك النايلون او الاكياس، في اغلبيه الاكياس انها مصنوعه من النايلون. النايلون عباره عن امايد، والامايد هذه عباره عن بيبتايد بوند. اوكي، فالرياكس في الأمايد تكون عبارة عن very low أو okay، لأنه since إنه الأمايد عبارة عن stable compound أو very very stable compound، ف it doesn't need to other
reagent or reacts with other reagent. طبعا هذا ال discussion هذا تبعي وهذا تعجيه تفسيري ليش اللي حدث. طبعا راح يكون معنا بيرميك اسيد وصوديوم هيدروكسيد وبعدين الاكسس من صوديوم هيدروكسيد وهذا وذا هيدروكلوريك اسيد. طبعا احنا في الغالب احنا في السترنج بيس او السترنج اسيد نربز السترنج بيس بالهيدروكسيد ما نطفش يعني ما نكتبش المركب كامل لانه ما يهمنيش ايش اذر صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد لانه اللي رياكتس وذ ذا بيرميك اسيد هو الهيدروكسيد فقط هذا ما يهمني هذا راح يخرج سولت. وكمان بالاسيد احنا نرمز للاسيد اتش بلس ما يهمني ايش نوعيه الانايون اللي مكتوب فيه لانه الاكشوال رياكشن بتوين هيدروكسيد وذ هيدرو والهيدروجين ايون. اوكي البروسيجر نفس البروسيجر في السابق والكالكوليشن اي ثينك اتس اوكي اي ثينك اتس ايزي واعتقد انه استفدت اليوم ان شاء الله. If you have any question, comment, suggestion, email me or contact with me in WhatsApp, my WhatsApp number. Okay. And سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.